موضوع مهم قوي، علشان برضه احنا بنحب كده يعني نتكلم معاكم وسط القضايا والزحام اللي احنا فيه. انما برضه انت كست لازم تاخدي بالك من نفسك في حاجات كتير، في حاجات ما ينفعش ابدا ان انت تتقبليها. ايه الحاجات اللي انت ما ينفعش تتقبليها؟ اول حاجه ما ينفعش تتقبلي العنف، سواء بقى من شريك حياتك او من اي حد تاني. العنف مش في قاموسك، مش في قاموس القبول ان انت تقبليه. انت عزيزه جدا مش قليلة، ما ينفعش حد يمارس العنف عليكي. يعني لازم تكوني عارفة قيمتك، لازم تتعلمي كمان تاخدي حقك، تعلمي انك ما تسكتيش لو اتعرضتي للعنف، واوعي تقبلي بالعنف تحت اي مسمى ايا كان ايا كان. تاني حاجة ما ينفعش كمان تقبلي التنمر، لو حد بقى بيتريق على شكلك، بيتريق على جسمك، بيتريق على لبسك، بيتريق على طريقتك، لأ ما تتقبليش. ليه؟ ليه عندك ايه اللي بيتريق عليكي ده؟ حتى لو شريك حياتك مش مقبول، لا انت تتريقي عليه ولا هو يتريق عليكي. اوعي تقبلي من حد انه يقلل منك او يتريق عليكي ابدا، دي حاجه تخصك انت لوحدك. وعلى فكره بقى انت قمر في كل حالاتك، اي واحده شايفاني وبتسمعني دلوقتي انت قمر في كل حالاتك، طويله قصيره رفيعه تخينه سمراء بيضه شعرك ناعم شعرك كيرلي، انتي حلوة وقمر. يعني ما تحطيش في بالك الكلام ده وتقفي، ردي على اللي بيتنمر عليكي رد رخم وغتت، لان هو كمان بيرخم وبيغتت عليكي، او هي كمان بترخم وتغتت عليكي. ما هو ساعات عدو الست بيبقى الست، خاصة في الحاجات اللي زي دي. العين ما بتحبش تشوف اللي احسن منها، فاعرفي انك ليكي قيمة وانك قيمتك دي انت اللي رسماها لنفسك، ما تتنزليش عنها وعندك حد، والحد ده زي الخط الاحمر كده او زي السور كده محدش بيعديه، لحد يتريق عليكي ولا حد يقلل من قيمتك ولا حد يقول لك ايه اللي انت عاملاه ده، ولا اي حاجه. مش تخنتي، مش رفعتي، انا حره، محدش له اي حق انه يتكلم في الموضوع ده حتى ولو على سبيل الهزار، زي ما قلت خط احمر تماما. تالت حاجه ما ينفعش الست انها تتنازل عن احلامها وعن حياتها، لازم احلامك وحياتك وقراراتك تكون نابعه منك انت، وما تتنازليش عنه. لو عندك حلم، لو عندك هدف، ما تتنازليش عنه. شوفي بقى، ساعات بنبقى عندنا احلام واتجوزنا وخلفنا، ننسى نفسنا؟ لا. ننسى العيال ونرميهم؟ برضو لا. لا، هنعمل ايه؟ هتحطي خطه لحياتك، هتعرفي انت عايزه تعملي ايه بالظبط، وهتشوفي انت دلوقتي ولادك هتقدري امتى هم يعني قدروا يمسكوا نفسهم كده، مين فيهم يعرف يروح حضانه يقدر يروح حضانه، مين مثلا يبقى قاعد مع مامتك، مين يبقى قاعد مع الحاجات دي. لازم تكوني مأمنه ابنك او بنتك او اولادك قبل ما تفكري ان انت تنزلي من البيت. ليه بقى انا بتكلم الكلام ده؟ البنت اللي ما اتجوزتش هي، انا كلامي ليكي واضح، ما تتنازليش عن احلامك، خطتك يكون واضح فيها اللي انت عايزه تعمليه. انا لو هتجوز هتجوز، هشوف هخلف امتى، انا لسه ما خلصتش دراسه او هعمل دراسات عليا، انا مثلا عايزه اشتغل الشغلانه الفلانيه. كل الكلام ده لازم يبقى واضح مع شريك حياتك المستقبلي. اتجوزتي اوريدي وعندك اولاد وعندك حلم مؤجل، هتبداي تشتغلي عليه، هتعملي له هولد لمده بسيطه قوي، اللي هي المده اللي ولادك محتاجينك فيها قوي، اللي هم بيبيهات وهم لسه ما بيتكلموش، هم لسه ما بيعرفوش يشتكوا من حاجه ممكن تكون حصلت لهم او حد ممكن يكون ضايقهم. انما بعد كده انت وهما بتنجحوا بالتوازي، انت بتتابعيهم وبتتابعي نفسك، بتنجحيهم وبتنجحي نفسك، ما هو ليهم برضو، ليكي وليهم. لما امهم تبقى ست يفتخروا بيها، ست ناجحه في حياتها، ست مبسوطه، ست راضيه عن نفسها، هما هيتبسطوا وهما هيعيشوا حياه حلوه وسويه. انت هتقدري تربيهم وانت مرتاحه نفسيا عشان عامله اللي انت نفسك فيه او اللي كنت بتحلمي بيه. هتنسي خالص كلمة ما انت اتجوزتني واخرتني وعطلتني وعملتني ده انا كنت فله، ده انا كنت شمعة منورة وانت اللي طفتني. لا، محدش يطفيكي، اعملي اللي المفروض تعمليه، حلمك لازم تفضلي باقية عليه تعمليه وتخططي له، وبيتك هترعيه. ستات كتير قوي قوي بتعمل كده، اللي ما تقدرش على ده لازم تختاري من البداية، مش بعد ما تخلفي تقعدي بقى ايه تزعلي وتندبي. لا، خلاص خلفتي، خلاص ده قرارك، لازم كل واحدة تبقى مسؤولة عن قرارها، لازم تدرسي اي قرار بتاخديه عشان تبقي مسؤوله عنه، ما ترجعيش تندمي، ما ترجعيش ترمي اللوم على حد تاني.
اخر حاجه ما ينفعش الست انها تعملها انها تتجوز عشان نظره الناس، ده دي بقى ماسكين بقى جرس واحنا ماشيين بنلف في البلده بنقول الكلام ده، اوعي تتجوزي عشان القطر هيفوتك، اوعي تتجوزي عشان العريس مناسب، اوعي تتجوزي عشان بيقولوا ما اتجوزتيش، اوعي تعملي كده. هتتجوزي عشان انت لقيتي الشخص المناسب، هتتجوزي عشان انت عايزه تتجوزي دلوقتي، هتتجوزي عشان انت لقيتي شريك حياتك اللي هيكمل معاكي الحياه بالطريقه اللي انت بتتمنيها وهو كمان اكيد بيتمناها. ما هو اصل هي الفكره عشان احنا بنكلمك كست، انما الموضوع ده متبادل، انتوا الاثنين بتلاقوا احلامكم في بعض، انتوا الاثنين بتكملوا بعض، وانتوا الاثنين بتبنوا حياتكم اللي جايه مع بعض. فلما تلاقي الشخص ده، الشخص اللي هيراعيكي والشخص اللي هيحافظ عليكي والشخص اللي هيبقى سند ليكي وانت تبقي ليه المثل، يبقى وقتها تتجوزي. انما تقبلي ان انت تتجوزي عشان ترضي الناس اللي حواليكي، لا، محدش هينفعك خالص. هتبقي عامله حاجه غصب عنك شويه وهتبقي مش طايقاها، شويه هتبقي عايزه تخلصي منها شويه، او هتبقي هتغرزي فيها اكتر مش عارفه تخلصي منها، فحياتك هتبقى تعيسه تعيسه، انت مش عايزه تعيشي تعيسه. الجواز مش اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه انك تاخدي القرار الصح، القرار اللي انت دارساه واللي يناسبك انت، عشان ماما تفرح بيا، عشان بابا يفرح بيا او يطمن عليا، على عيني وعلى راسي، انا ما بنفيش ده ما بنفيش ده. انما احنا ما نضغطش على اولادنا ان هم يعملوا خطوه متسرعه او خطوه هم مش راضيين عنها، ودي مش خطوه يا جماعه، دي مش شغلانه هتستقيل منها، دي حياه وبيت واحتمال يبقى في عيل كمان. فالله يخليكم، لا تضغطوا على بناتكم، وانت كبنت ما تستربعيش، نصيبك هيجيلك، نصيبك الصح هيجيلك، هيجيلك في الوقت المناسب كمان. شاركونا يا جماعه برايكم، وقولوا لنا ايه تاني ما ينفعش الست انها تتقبله، وابعتوا لنا على صفحتنا اي تي سي تي في، او كلمونا على الارقام اللي تكون ظاهره قدامكم على الشاشه. النهارده بقى عندنا ايه؟ النهارده عندنا فقره مميزه عشان معانا شخصيه من الشخصيات المميزه، الشخصيات النسائيه الناجحه اللي هي هدف من اهداف برنامج انتي، اللي دايما بنحب نتكلم عنها ونبرزها ونظهرها علشان تبقى نموذج لكل البنات والستات، ونشوف نجاحهم ونشوف قدروا يوصلوا لده ازاي، عشان نعرف انه مش كل حاجه سهله وانه اكيد بيكون فيه صعاب، فنتعلم منهم ونعرف منهم مشيوا طريقهم ازاي ووصلوا له ازاي، يا رب طبعا للاكتر، واحنا كمان نعرف نعمل الصح ازاي. النهارده هيكون معانا اول ست تتولى منصب عميده كليه فنون جميله، واول ست يتم انتخابها عشان تكون اول نقيب للفنانين التشكيليين. هيكون معانا الجميله دكتوره صفيه القباني، هتنورنا ونعرف منها كل تفاصيل رحله نجاحها وبتجهز لايه الفتره اللي جايه. كمان معانا فقره مع مصممه الازياء الروسيه فيرا، واللي هتكلمنا عن موضه شتاء 2024، وايه هي الالوان اللي هتكون موضه في الشتاء ده، وايه اللي لسه هيكون مكمل معانا من الشتاء اللي فات، ازاي كمان ننسق لبسنا بطريقه شيك ونقدر نعمل ريسايكلينج كده لهدومنا اللي موجوده في دولابنا بشكل يكون حلو ولايق علينا.